رياس هاد الحشرات اللي عارفين منه شوفوا كيكون رطب هاد الحجر كياكل منه كياكل منه الشجر وكيلقى فيه واحد الدوينة غندير لكم خير ومثال غادي نقلبوه تكون رطبة ولا تافهة هاي الدوينة الدويدة هي هادي بحال هكا كتكون هاي دوي المهم هاد الحجره كنرجعوها خاصنا نحافظوا على الترواح حيت ما عندنا ما نديروا في الدوده وريناكم غير الطريقه كيفاش تستخرجوها واحد اللعيبه اللي عجبتني تيبغيت نبارطاجيها معكم هي هاد السناره هاد السناره واغلى شي صياد هاي بكينا سير على الله ديال السعود حافظوا على الترواح هي غنحيدوها هاي صيدوا بها مرة أخرى كبداية تبارك الله ها الحداد ديال النعيرة اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله دور دور عندي مهدي دور أول دلية أول دلية إن شاء الله هي ثاني دلية ديال الفتاح اللهم بارك حدادة وزليتي سير الحاج تبارك الله عليك سير ابو فتاح اللهم بارك اشخر غيرجع للماء غيرجع الله زوين طارت انا قطع عليه فليتي فليتي اش كاين سالي هذا الشوايه ان شاء الله عليك شوف
الله الله سير شله سير شله بالله كوربين صغير فيدي سير هو شخار 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 ما ودات شات عاود مقطوعه سير على الله سخار اللهم يسر اللهم يسر سبحان الله راه واش من الفيل الله انت زوين زنا داكشي الصغير هو اللي غادي نشوف ان شاء الله الله تبارك الله هذا حداد هذا ماشي شرغو ايوا خوش خوش فعمر تبارك الله ها المقله ديالنا اللي غنديو للدار ان شاء الله ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد